اليوم رح اعرفكم على مطعم اسمه جلسة ليزا. رح اعرفكم على مطعم ما كتير بعيد عن بيتي، هو بمنطقة زغرين اللي هي بين بكفية وبين الخنشارة، على تلة فيو رائع، ببلش من صنين من فوق لكعب الوادي يلي هو اسمه ابو ميزان. فينا قلكم انه عائلة بتستقبلكم، الاكل روعة روعة روعة، الفريشنس، النفس بقلب الاكل مش معقول، النظافة اخوات، what an experience، يعني اوف. هالويكند ما بتعرفوا شو بتكون تعملوا، انا بقلكم لازم تروحوا. قعدة شجر اوتدور طقس ولقمة طيبة، يلا هيتا نحضر سوا. نحن بجلسة ليزا وراح نطعميكم أكل فريش، كل شيء بتحضر بوقته، ومعنا حدا غريب، كلنا فاميلي بزنس. نحن مناطورة جبلية للتبولة، تبولة، فتوش، باتنجانة ليزا، سبيسيال عنا بالمحل سمبوسك لبنة بقورمة، رقاقات جبنة، كبة، شانكليش، ورق عنب فريش، كل عم خبرك عنهم بتحضروا فريش بوقتهم، ما في شيء بتحضر قبل بوقت. نحن مناطرين، عجبني شغلتين جوا، فقلت لازم خيارة بلدية، الزغطورة اللي قرشتها غير شكل، ريحتها روعة، لودت فيها مي، طعمة اخوي، بس الأهم ساعة بتشوفوا راس بندورة هيك قاعد عم بيلمع ظاهر هلأ من البراد، ما فيكم ما تكسروه بالإيد وتشوفوا جوا اللون. اذا كل شيء بالمطبخ فريش مثل هول اثنين رح ننبسط. انطوني حبيب قلبنا، نحن هون قلنا 6 سنين فاتحين، عطول عنا عيال بيجوا لحالهم، بيجوا مع اولادهم. هلا اول سنه حنفتح شتويه، قاعده شتويه اللي صورتها جوا، ونتكل اكثر شيء على العيال بيطلعوا لعنا. ومثل ما شايف كل شيء عند ماي الدغري بتحضر بوقته، ما في عنا شيء مجهز قبل بوقت. نحن اجت لجنه من برا من فرنسا، برموا على كل المطاعم بكل لبنان، يعني بالجنوب وبالشمال بالبقى، واخذوا عينات من كل المطاعم حتى الشوك السكاكين كل شيء والاكل،
وبعد فترة تفاجأنا طلعنا نحن الأول اللي نزلوها بمجال كله بجور وشفناها وقلنا لهم مرسي كتير يعني تحكوا بأصلا الحمد لله نحن عملينا هيدي الشغلة لا للتجارة ولا شيء نحن عنا إياها هواية ونحبين نتعرف دايما 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 على كل الناس ونحب عطول الناس معهم نحن وياهم أنا بحب كل شيء معجنات عنا شيء سبيسيال سمبوسك باللبنة هلا مدوقيها كتير طيب المشاوي ما عنا نحن عطول يعني بكل أسبوع عنا مشاوي بس عنا الأشياء المميزة هن بيطلبوا الفريج المسحبة نحن بنجيبه على طول طازة وفي إلها طريقة المشاوي مش إنه حيالا جيت حطيت اللحمة بدك تعرف بدك تحط الطاووق قبل بشي ربع ساعة طول عم بياخد وقت أكتر لحم البقر غير لحمة الغنم بدك كمان في فرق شي 5 دقايق 10 دقايق بيناتهم والبصل والبندورة إجمالا على طول بدها تضلها موجودة الحمد لله منجيب اللقمة طيبة من عند صاحبنا هون أبو زيد من دور الشوار لحم دبح يعني حلال وطازة وكتر خير الله ما حدا أكل من عنا وسبنا مثلها كتير هنية الله يخلي لنا إياها ويخلي أمات العالم كلهم هيدي بركة بيناتنا نحن سمينا المطعم جلسة ليزا نحن هون شقفة الأرض كانت لست اسمها ليزا وجوزها بالجيش الفرنساوي فنحن من أخذنا الأرض من هون من الدير تمنينا على الدير وطلبنا منه إنه نسمي المطعم جلسة ليزا ما عندهم مانع إلا كتير حلو إنه تسموها جلسة ليزا في عندها كان عودي هون ومرة كانت قوية نحن في مرة هون بالضيعة عمرها شي 92 سنة الحديث هلا بتقلنا كانت تجي لعندك اليوم بعد الظهر واجت من شي اسبوعين بدأت تاكل خارمة من هون هيدي قال كانت اسمها خارمة ليزا هيدي شكل فرنسا هي حبيتها لك بتجي حبوبها كلها صغيرة هي خارمة وكلها بعد تكبر هي صافي اكبر من البنت اشوي لهالسبب احتفظنا بالشجرة وسمينا هون قاعدة جلسة ليزا التندوق تبولة ولا بصل او ماي جاد بندورات بقدونس حموضة ده صار مش اكل في الخضرة هالقد طيبة يعني هالقد طازة وفريش good job very good job يلا عم يتحضروا هلا على الطاولة نفرجيكم الأجواء بعد ما اكلنا بس اللي بيلفت النظر هي نظافه بالمطبخ مش معقول المطبخ 6 سنين بيقولوا ولا انا شايفه ركب امبارح نظافه عم بيلمع تلميع جنون يعني قد ما ينظفوا اذا عارفين انا جاي مش معقول يتنظف هالقد غير هيك الفاميلي فايبس العائله الاجواء الحلوه العائليه وهيك دي كونتراكت عربي يعني مثل ما بيستقبلوكم ببيتهم بيستقبلوكم هون وهون بعد ما دقنا الاكلات هلا عمرنا يعني بعد ما دقنا الاكلات مزبوط بعد شو خبركم رح اقول لك شغله وحده لا للدعي ولا لشيء صدق المدخل من عنا من هون للمطبخ اللي مش فايت من هون لعنا وجاي اول مره بيقولونا منين المدخل بنقول له نحن فيك تفوت من هون من المطبخ نحط لهم على راسهم يفوت يتفرج المطبخ يتفرج على المطبخ ويشم ريحه الاكل ويشم كل شيء يشوف بايده نحن لهالسبب عاملين مدخلنا من هون ومن هون من هون المدخل اللي بيحب يجي يفوت من هون دغري بالمطبخ يشوف ويدوق وبعدين يحسبنا ورا لنا بنقطف من العريشة البندورة جبلية وهيك ايش بدي خبرك ورق عنب نحن بنقطف الورق عنب كله فريش بينسلق وبينطبخ نحن بنقدم الورق عنب سخن على الطاولة ما بينزل مسقع عطول دغري منشيل سخن ومنحط للزبون كل يوم بينطبخ الورق عنب وأكيد كله فريش عنا دي أول واحدة للشيطان حمودة بتقرص الزلعيم بتزقزق كل لسان من فوق لتحت الرزات مطبوخين كتير منيح بس مش ملابسين مش ملازين على بعضهم والورقة رقيقة لدرجة
تفرط مثل ورقة سيجارة. مش مسقع، مش سخن، شي بالنص. بيريح الخدود. مش معقول. مش انه انت جاي نحن عاملين هذا الشيء. بورسلين صغار. نحن كل يوم مرتبين. نحن كل يوم عنا كل شيء فريش، كل شيء بيتحضر بوقته. ما في شيء بينضب البراد، ما بطلع البراد مبين، يعني ما في شيء جاهز. كل شيء نحن بنجهزه بذات الدقيقة يعني. أكيد الورق عنب قبل بوقت كرمال ينطبخ الصبح بكير ويتنزل على الطاولة. هاي الطنجرة الوحيدة اللي شفتها هونيك أساسا. ما في شيء محضر. هاي عمرها 6 سنين على بكل بشرف. 6 سنين. هاي الفريتوز عمرها 6 سنين. 6 سنين. هذا الهوت بقلبه بس بليز مش من برا. وات؟ 6 سنين. 6 سنين 100%. كل يوم بينشطف، كل يوم بيتنظف، كل يوم بينعمل. مقانق مقانق بس عصفور سجن. بس هلا عم تسرقنا المصلحه انه بنقلي بزبده نحن مش بزيت. خلي حدا يتقلد، هم النفس مهم شيء. 100%. حاسس بالنكهة، حاسس بالطعمة، حاسس بالنفس بكل شغلة عم شوفها على الطاولة. إن كان ورق العنب بيموت بيموت قد ما طيب، إن كان الباذنجان مع حامض زيت، ريحة الشوي. واو شو هالباذنجانات، شو هالباذنجانات. إن كان هات نشوف الحمص مع خيارة. flavors of home، حمص البيت. ما فيه فلسفة، اللي ما فيه عجقة، اللي ما حمو هيك عادي. هول هن طعمة نقية. بالآخر ما بدي شوية لبنة. هيك قاعدة بدك كاس عرق. عرقت. كيسك. تشيرز. تشيرز. جيسكار هو دلنا على المحل. بقول له مرسي من قلبي لأنه إيف شو مبسوط. مش معقول شو مبسوط. عرقت غير شكل، برام، لقمة طيبة، قعدة لذيذة، وشو هالعيلة اللي بتعقد؟ بعد ما قرشنا هالحلقة، هنعمل هيك، شوية لبنة، كرنش كرنش. واو، شو تبولة؟ ولك شو تبولة؟ شو تبولة؟ هيك. تبولة من أروع ما اخترع تبولة. تبولة سوبر طبيعية. ضيعت حالي بحالي. ولا بس رب جوس البندورة، يعني مية البندورة، الحامض، الزيت، البقدونسات، كأنه هلا يعني عم تعلكون هني وبعد مش معطوفين. اف اسمعوا القرش. اف مقصوصين صغار صغار على الايد. اف ونوعدت باثنين سمبوسك. سمبوسك بلحمة يلي بدهم اكيد حمص، وسمبوسك بلبنة
يلي هي السيجنتشر تبع المدام. عشرة عشرة. طبوه بيحط شوية وقت أكثر من غيره. هلأ نزلنا البقر والغنم والكفة. هلأ نيجي مع بعضهم بيجوا بيطلعوا كلهم سوا مع بعض. هي التندور أو رميتها أصولة. رح نفقش البيضة اللي مبينة طازة. رح نشيلها مع لحمتها. ها كبيرة كتير. إذا شفتها مرتي بتقتلني. رح نعمل هيك. أوف. لحمة طرية ملوحة خفيفة. البيضة شو هالنوعية. شو هالنفس بكل صحن. شغفهم حبهم للناس طريقة تحضيرهم مخترعوا البارود. خضرة خضرة لبنة لبنة والحمص حمص. المكونات موجودين وين ما كان. بس في صدق في حب في استقبال في كرم في عطاء في ضحكة وفي حيوية. هيدا اللي استطعمته بهذا المطعم وأكيد بنصحكم تجوا عليه. والله أبطال اشت اللحمة. بدك بقر فيه وبدك غنم فيه بندورة مشوية فيه. هيدا قصة كلها. هيدا قصة كلها. بس فينا ناخد شقفة من هون وتحسوا فيها التكستشر ما بتعلق. هون اللي بحب اللحم الأصغر كمان غنم لي والبندورة مشوية. والله أبطال حبيتهم كتير. حبيت أكلتهم. اهلا وسهلا. ايوه حبيبي انطوني يعطيك الف عافيه وضلك مقصر وكل عمرك وجهك الحلو منور بدل منوره والمكان. ميرسي. خبز التنور معموله على الفحم. هيدا اول شيء بتاخذوه هيك وبتشوفوا اللايرز تبعها بتكبسوهم فوق بعضهم وبتحسوا كيف عم بتبق من وين مكان. أهم شغلة إذا جاي وحدة على الطاولة وفي عندكم ست سبع أشخاص مع بعضكم بتقولولهم لا إنه هي وحدة ما بتأدي فلازم وحدة كلها مثل ساندويش ويكلهم كلهم سوا. فا نتخيلوا هيك. اسمع. أوه ماي جاد. أوه ماي جاد. شو هاي؟ بعد. شو هاي؟ خلينا نتني وحدة. رح تاني كاتش تاني انا. روق خلصنا وطلعوا المطبخ كيف بعضنا. هيدي من بعد ما حضروا لنا طاوله لنا وطاوله للجيران. طلعوا المطبخ كيف. امي ما كانت تعمل هيك.